مش جاي من غير كمامة بننصحه، واللي جاي احنا بنتعامل معاه عادي من بعيد برضه بيبقى ما بينه وما بين وسائط. والكوينت وكده يعني بننصحه عشان ايه؟ محدش يغلط من حد وكده. لما بيجي لي بنقول له البس اوت كده كده، انا جايب كرتونه هنا بديله، يعني انا جايب هنا اصلا، يعني انا جايب هنا وكده كده بديله. لو ما معهوش وبيقول لي انا هجيبه كده بقول له خلاص ماشي يجيب، ما يقول لي لا انا فيش، فبديله من اللي هنا كده كده احنا جايبين كرتونه.